السلام عليكم، مرحبا بكم متابعي قناة أم آدم سعيد. في وصفة اليوم اللي هي غادي تكون طريقة رائعة وسهلة جدا في تحضير الفيليلات المعروفة عندنا، أو لا قريشلات قراشل، أو لا يعني كل واحد واش ماشي يقول ليهم. فإن شاء الله اليوم جبت لكم طريقة سهلة جدا وفي المتناول، كنتمنى أنها تنال الإعجاب ديالكم. بالنسبة للمقادير والطريقة، بسم الله غادي نبداو. هنا أول حاجة كناخدو الفرص أو الطحين الأبيض، كناخدو الكمية اللي غادي نحتاجوها، وكنضيف ليها الملح فقط كما شفتو، بمكونين فقط، والماء اللي هو أساسي اللي غادي نبداو نضيفو العجين ديالنا، وحنا كنخلطو حتى كنحصلو على واحد العجين اللي هو تيكون شاد في راسو، يعني ما يكونش مطلوق. ضروري ان العجين يكون شويه مجموع، ما يكونش جاري او لا ما يكونش فيه الماء كتير. هنا كنحصلوا على هذه العجينه هذه الرطبه واللينه كما كتلاحظوا، كنحاولوا ندلكوها مزيان حتى كتدلك كما كتشوفوا بهذه الطريقه. ضروري انها تدلك باش كي يعني ملي كنبداو نحضروا بها هاد القريشلات ديالنا او لهاد الفيليلات ما تهرش لينا العجين وكتبقى شاده في راسها. كندلكو مزيان العجينه كما كتشوفوا، حرفوا على يديكم ودلكوه او اللي دارت العجينه تخليها كتدلك مزيان في العجينه. الاهم ان العجين تكون قاسحه شويه، يعني ما تكونش رخوه. كنحطها وتنغطيها ببلاستيك غذائي، واخا ما فيهاش التخميره غادي نغطيها وغادي نخليها كترتاح واحد 10 دقائق حتى 15 دقيقه باذن الله، وترجعوا نكمل. هنا غادي نحضر قطر او لا السيرو اللي غنسقيو بها. انا هنا اللي ما عندوش العسل يصوبو، اللي عنده العسل يكتفي فقط بالعسل. انا عندي الكميه ديال العسل قليله، لهذا خديت واحد 400 غرام ديال السكر الخشن، وغنضيف ليه 400 غرام ديال الماء مع شويه ديال الليمون، وغادي نضيفه فوق البوطه كنخليه فوق النار حتى يطبخ ان شاء الله، وتنزولو. غادي نضيف ليه داك شويه العسل اللي بقى عندي كما كتشوفوا، ضروري انه يطبخ مزيان يعني ما يختارش لينا، فقط غير شويه وتنزولو. وغادي نضيف ليه كما قلت لكم شويه العسل اللي بقى عندي، لان العسل ما غاديش يكفيني، لهذا عاونت بهذا السيرو هذا. هنا العجين ديالنا من بعد ما ارتاحت كما كتشوفوا، غادي ناخذو ان شاء الله نخدمو. كنحتاجو للنشا او للمايزينا ضروري في هذه الوصفه هذه، وتناخذو الكره ديالنا وتنبسطوها بمساعده المايزينا او للنشا، ندلكوها حتى كتورق لينا مزيان. النشا كتساعدنا باش ما كتسقمش لينا العجين، ما كيكونوش فيها ثقوب، كتجينا زوينه وكتدلك مزيان كما كتلاحظوا. كنستمر وانا كندلك، ونستعملو مدلك ديال الخشب باش كيعاوننا، وانا تندلك بهذا الشكل حتى كنحصلو على واحد الشكل ديالو بحال ورقه الفيلو كما شفتوا. فهنايا تدلكات مزيان وبلا ما تتقب. هذا هو الدور ديال العجين يكون قاسح، وهذا هو الدور ديال النشا. هنا كناخذوا طبصيل او اناء او اي شيء عنده شكل دائري، وتنصيبوا الدوائر ديالنا بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. الخبيزات ديالنا تنقادوهم هنا كما شفتوا، راه بلا مسمن بلا، يعني معروفين عن فيليلات فيليلات، انا تنعجنو مسمنات هكا دايرين بالزيت باش نديروهم يطيبوا. فهنا كما شفتوا بدون زيت وبدون كما بدون توراق، هنا غادي يجي مورق الراس وان شاء الله باذن الله. كناخذوا هاد الدوائر ديالنا كما كتلاحظوا، وتنوضعوهم في المكان باش ان شاء الله من بعد غادي نبسطوهم. كما شفتوا الدوائر كيجيو بهذا الشكل، راهم ما كيتقبوش نهائيا. واخا نعاودو نزيدو نبسطوهم مازال، فانا ما غاديش يتقبو بالنسبه اللي بغات ديرهم رقاق بزاف. هنا غادي ناخذو داك العجين اللي بقات لينا شيطه في الجوانب، غادي ناخذوها وحتى هي غادي نبسطوها بنفس الشكل، وغادي نصيبو منها
خبيزة صغار أو كريات صغار وتنمم، يعني باش ما تضيعش لينا العجين كنستمروا هكا حتى كيكمل لينا العجين اللي عندنا كامل إن شاء الله، وندوزو باش نطيبوهم. هنا كناخد المقلاة ديالي تكون ساخنة وتنبدا نوضع في الخبيزات، اهم شيء ما كنفوتوش فيهم 5 دقائق او لا 3 فقط، كنوضعوها كتبان لينا شويه دارت كنقلبوها، كتبان لينا يعني شويه شدت في راسها تنقلبوها، كتبدا بهذا الشكل هذا تنحيدوها كما كتشوفوا في الفيديو، فقط ما نخليوهاش تحمر بزاف او لا تقسح بزاف لانها دغيا كطيب كما شفتوا. فراني غير كنوضعها كنمسها كنشوفها شاده في راسها تنقلبها بهذا الشكل هذا فقط، وغادي نزولها كنستمر حتى كنكمل العجين ديالي او لا الخبيزات ديالي كلهم ان شاء الله، ونتلاقاو باش نشوفوا باقي الطريقة. من بعد هنايا ما كملت كما كتلاحظوا كنحصلوا على هاد الخبيزات بهذا الشكل، نخليوهمش يقساحوا بزاف، كناخد شويه الطحين الابيض مع شويه ديال الماء كنخلطوا باش غادي نلصق هاد الخبيزات هادو، كندير وحده فوق من وحده كما كتلاحظوا، غادي نستعملوا زوج وغادي نبدا نحربل فيهم اولا نلوي فيهم على شكل عمود. فهاد الطريقه راها معروفه وسهله، كنبدا نلوي بهذا الشكل هذا، نلوي وانا مزيره، يعني ضروري خاصني نزير باش يعني ما تجينيش وحده خارجه على الاخرى، نزير ونشد مزيان ان شاء الله، ونفرغ هذا بهذا الشكل، كنجمعهم كاملين وكنسدهم داك الطحين الابيض اللي انا خلطته مع شويه ديال الماء كما كتشوفوا هنايا، غادي نسدهم يعني ما بين كل وحده والاخرى بالطحين الابيض، وغادي نسد السده الاخرى حتى هي بالطحين الابيض، كتسد لينا ما كتحلش نهائيا كما كتلاحظوا. فهذا هكا خاصهم يكونوا، كنستمروا دائما حتى كنكملوا الخبيزات اللي عندنا كاملين ان شاء الله، ونكملوا ندوزوا المرحله ديال الطهي. هنا كما كتشوفوا من بعد ما جمعناهم كاملين تنبداو نقطعو فيهم بهذا الشكل، يعني غادي يكون معروف عندكم تنقطعوهم بهذه الطريقه هذه، اما بشكل مائل او بشكل يعني عادي كنقطعوهم كاملين حتى كنكملوهم. من بعد غادي ندوزو باش نحضروا فيهم الشكيل ديالنا اللي غنعطيه واحد الاختلاف بسيط جدا، يعني الفيليلات معروف اننا كنقطعوهم تنديروهم يتقلاو هكاك، انا غادي نحاول نعطيهم واحد الشكل اللي في الصراحه كيجي جميل جدا. غادي نحتاج شويه ديال القرنفل او القرنفل، وتناخد دوك الكويرات ديالي كنخلي دائما الجهه المسدوده في الاسفل، وكنحاول نبدا ندفع بهذا الشكل حتى كنحصل على واحد الوريضه كما كتشوفوا، ندفعوا بشويه فقط وحنا تنقادو ضروري اننا نقادو باليد ديالنا حتى يعطينا واحد الشكل اللي هو جميل كما كتشوفوا معايا. نحاولوا الى خرجت لينا نقادوها ما كاين حتى شي مشكل، اهم شيء انها تنجح معنا، فكيعطي واحد شي واحد المنظر اللي هو جميل غادي تشوفوه في الاخير ان شاء الله. كنستمر كذلك بنفس الطريقه حتى كنكمل هاد الخبيزات ديالي، كنكمل هاد الرولوات اللي انا صايبت كاملين، وتنسدهم بالقرنفل من الجهه ديالهم يعني الجهه اللي غادي تبان بهذا الشكل هذا، كيجيو زوينين الشكل ديالهم كيجي جميل كما كتلاحظوا هنايا. فحاولت انني نسرع الفيديو لانه طويل طويل جدا بحال هاد الوصفات يكون الفيديو طوال، لهذا فبديت كنسرع فيه كما كتشوفوا. الطريقه سهله جدا، كنصايبوها وتنسدوها بداك العود ديال القرنفل اللي هو اللي كيشدها لينا باش ما كتحلش.
غادي نكملي ان شاء الله. من بعد غادي ندوزو لعمليات القلي. بالنسبه للقلي كما قلت لكم غادي نحتاجو القطر اولا السيرو اولا العسل الا متوفر عندكم في الدار. هنا الحلوه ديالنا من بعد ما وجدت كتجي بهذا الشكل. الان غادي ناخذ هنا من بعد ما ضفت داك القطر ضفت ليه شويه ديال السيرو شويه ديال العسل اللي عندي اعتذر باش عطاني داك اللون. كناخد ونبدا نقلي في الفيديلات ديالي كيجيو ساهلين كيطيبو دغيا كيجيو محمرين جدا. اهم شيء ان الزيت ديالي تكون سخونه ما تكونش بارده باش ما يشربوش ليا الزيت وتيجيو حتى من الداخل كيجيو منفوخين مورقين. غادي نبقى نحرك فيهم ان شاء الله حتى كيطيبوا ليا من الوجه الاول. حنا كنحرك وهما تيطيبوا يعني كياخذوا واحد اللون اللي هو متعادل يكون بهذا الشكل لون ذهبي جميل. والبنه الصراحه يا سلام كيجيو بنان بزاف واخا ما فيهم والو فيهم غير الفورس والملح ولكن راه كيجيو جميلين وبنان. هنايا كما كتشوفوا تنزولوهم من الزيت وتنوضعوهم في العسل وكنستمر حتى كنطيب الفيديلات اللي حضرت كاملين ان شاء الله ونوريكم الشكل النهائي ديالهم. هنايا راني كنحيدهم من العسل فقط كيشربوا ليا شويه العسل وتنزولهم ما تنخليهمش ليه بزاف تنديرهم في الكسكاس باش يتصفاو لينا من داك العسل. والشكل ديالهم ها هما كيجيو فنين بنان ولداد ومقرمشين كيبقاو حتى سيمانه هكا مقرمشين يعني كيبقاو اكثر من سيمانه كيجيو زوينين. كنتمنى ان الوصفه ديالي تنال الاعجاب ديالكم. الى اللقاء الى وصفه مقبله ان شاء الله.